بعد الفيديو ده اوعدك هتبقي استاذة محترفة في الفطير المشلتت، علشان النهاردة انا جايبالك اسهل 3 طرق ممكن تعملي بيهم الفطير المشلتت من غير ما تحتاجي المردانة ومن غير ما تحتاجي الفرن. انا هقولك التسوية الصحيحة ليه على عين البوتاجاز، وكمان هقولك على التسوية الصحيحة في الفرن. الناس اللي بيشتكوا ان المشلتت بيطلع ناشف معاهم، النهاردة انا جايبالكم كل الاسرار والحلول اللي هتخلي يطلع معاكم في منتهى الروعة والجمال، ومورق وطري وحاجة كده من الاخر. يلا بينا نبتدي وصفتنا النهاردة، وبجد بجد الفيديو ده يستاهل ان انتوا تعملوا له لايك بايديكم الحلوين. النهاردة انا هستخدم معاكم 1 كيلو من الدقيق، ضفت لي ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر، وهنحتاج لثلاث كوبايات الا ربع من المية، مية فترة يعني من الحنفية. دايما النصيحة اللي بنصحها ليكم لما تعجنوا اي حاجة فيها دقيق، ما تضيفوش كل المكونات السائلة على المكونات الجافة مرة واحدة. يعني انا قلت لكم ضيفوا 3 كوبايات الا ربع من المية، ما تضيفوهمش كلهم مرة واحدة. زي ما انتم شايفين انا ضفت كوبايتين ونص، وتالت كوباية يعني انا بضيفها بالتدريج، فانا احتجت التوتال 3 كوبايات الا ربع من المية. المهم ان عجينة الفطير المشلتت لازم تكون فيها سن التلزيقة. اعجنوا العجينة كويس جدا جدا وادوها وقتها علشان تديكوا برضو نتيجة ممتازة. المهم هنفضل نعجن في العجينة دي حوالي 8 دقايق متصلة. العجينة زي ما قلت لكم بتكون فيها سن التلزيقة، شايفين الايد اللي انا بعجن بيها بتكون ملزقة، لكن انا بختبرها بالايد التانية الناشفة النظيفة. بصوا كده هي بتكون بتلزق كده وانا بشدها، لكن لما بخلصها من صوابعي كده بتبقى مش ماسكة في الصوابع. المهم في خطوة حلوة كده انا بحب اعملها في الاخر، خلوا بالكم منها، بجيب كوباية مية كده جنبي وبغطي صوابعي كده وبفضل اعجن في العجينة. يعني انا ببل صوابعي بس من المية وبفضل اعجن في العجينة. الحركة دي بتخلي العجينة تبقى لينة معايا، تبقى زي اللبان وما تتقطعش معايا وانا بفردها. كمان بجد يعني بتخلي العجينة دي تبقى طرية بعد ما بنخبزها، يعني ما بتبقاش ناشفة خالص. فاعملوا الحركة دي وجربوها بجد هتدعوا لي. بصوا انا عملت الحركة دي يمكن 4 أو 5 مرات، كل شوية بنزل صوابعي في المية وبعدين برجع اندي العجين كده واعجنه كويس جدا. فضلت اعجن في حوالي 3 دقايق كده لغاية ما بقى في ايدي بصوا عامل زي الملبن كده. لما بنمط العجينة هتلاقوا ان هي مش بتتقطع، لو اتقطعت وعملت شبابيك او فتحات تبقى محتاجة ان هي تتعجن شوية حلوين تانية. زي ما انتوا شايفين بأكد عليكم ان عجينة الفطير المشلتت بيبقى فيها سن التلزيقة بسيطة، علشان ما تقولوليش ان الفطير المشلتت ناشف معاكم. لو حطيتوا لها دقيق كتير وبقت شبعانة ومش بتلزق في ايديكم، الفطير هيبقى ناشف معاكم. دلوقتي انا نزلتها كده على الرخامة وهبتدي اقسمها 3 اقسام. يعني انا هعمل النهاردة 3 فطاير حجمهم كبير على فكرة. بجيب صينية وبدهن دهنة حلوة كده بالسمنة، وبعدين بدهن الكور دي من فوق ومن تحت بالسمنة عشان تبقى طرية. بشكل الكور كده، بصوا انا هعمل كورتين كده كبار، والكورة التالتة انا هقسمها. ممكن تقسموها 9 كور صغيرة او 10 او 11 براحتكم. المهم كل ما هتكتروا الكور الصغيرة دي على فكرة هتدوني توريق اكتر. يعني دي انا هعملها فطيرة واحدة اللي هم اللي انا بقسمهم دول، بس الكور دول هيبقى فيهم كورة الام اللي هي الكبيرة اكبر منهم شوية. كل الكور انا بعجنها بين ايديا كده وبسويها كويس جدا عشان ما تتقطعش معايا وانا بفردها، وبعدين بدهن مسح السمنة من فوق ومن تحت. وتمام كده انا خلصت. هجيب كيس من اكياس التلاجة وهغطي وش العجين علشان ما ينشفش، هسيبه يرتاح ربع ساعة. بصوا لما بحط ايدي كده فيه ما بيردش معايا تاني، ده معناه ان هو ارتاح كويس. طالما ارتاحت العجينة معايا هتتشكل بمنتهى السهولة. انا جبت طبق هنا وحطيت فيه ميكس بين زيت وسمنة او زبدة وسمنة، او ممكن سمنة لوحدها يعني براحتكم، او زبدة لوحدها. المهم اول فطيرة انا فردتها على شكل مستطيل بالشكل ده بايديا، وبعدين قطعتها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، واحدة قصاد واحدة. وبعدين لازم ادهنها بالسمنة بين كل واحدة والتانية، لما بطبقها كده بين كل طبقة لازم ادهنها بالسمنة. الطبقات دي بتديني توريق فظيع، وكمان دهنة السمنة دي بتديني توريق وبتديني يعني اللي هو المظهر الشفاف بتاع الورق بتاع الفطير. هخلص كل الفطيرة بنفس الشكل كده، وبسويها في الاخر بايديا كده، وبجيب الصينية اللي انا هسويها فيها وبدهنها بالسمنة، وبعدين بلمها كده زي الكرة في النص. طبعا هسيبها ترتاح دلوقتي، مش هفردها لان هي مش هتتفرد معايا بسهولة، فهسيبها ترتاح. تعالوا نعمل تاني فطيرة.
هاخد الكور الصغيرة دول اللي انا قسمتهم سواء 7 كور او 8 او 9، افضل عدد يعني انا بحبه اللي هو بيكون مثلا 10 او 9، مش اقل من كده. وبعدين بطبقها زي المنديل وبدهنها، لازم ندهنها طبعا. بعدين باخد واحدة تانية، اهم حاجة الصينية اللي انا بحط فيها الفطير دي انا دهنتها الاول بالسمنة، فردتها ودهنتها وطبقتها منديل وبعدين رجعت فردتها في الصينية. انا بفرد كل الكور دول فوق بعض كده بالظبط لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. انا طبعا كنت بتني المفرش علشان عليه سمنه، خلي بالكم علشان الصينيه ما تتحرقش من تحت لما ادخلها الفرن. دي تالت كوره اللي هي الكبيره الام، انا فردتها وفضلت كده ايه الم الجناب بتاعه الفطيره كلها واسويها كده علشان يبقى شكلها مترتب في الاخر لما اسويها في الفرن او حتى على عين البوتاجاز. بفضل المها بايديا كده وادخلها من تحت عشان الطرف بتاعتها تبقى متساويه. دي تالت فطيرة انا بفردها زي ما فردت اول واحدة على شكل مستطيل وبدهنها دهنة حلوة قوي بالسمنة، وببتدي ارولها كده زي ما اكون برول يعني رول كده، عارفين عيش الكايزر والبقسماط زي ما بنعمل كده بالظبط. انا برولها كل لفة انا بشدها عليا، لو حسيتوا ان هي ما فيهاش سمنة لازم تدهنوها كويس جدا بالسمنة. سر التوريق على فكرة السمنة، يعني خلوا ايديكم سخية شوية في السمنة. كل ما اطوي حته انا بشدها عليا كده زي اللبانه وبعدين بطويها، بتديني طبقات اكتر وكمان تبقى رقيقه معايا مش تخينه. وبعدين بلفها كده زي الحلزون حوالين بعضها وبزنقها على بعضها عشان ما تفتحش معايا وانا بسويها. بعدين هجيب الطاسه وهدهنها دهنه حلوه كده بالسمنه وهاخدها وهحطها. طبعا انا مش هطبطبها دلوقتي، انا بس يا دوب بفردها، لازم ترتاح الاول وبعدين اضغط عليها كده. انا خلصت الثلاث فطاير بتوعي، انا هسوي 2 في الفرن وواحده على عين البوتاجاز علشان ابقى قلت لكم التسويتين اللي انتوا كنتوا بتسالوني عليهم سواء في الفرن او عين البوتاجاز. بعد ما ارتاحت طبعا الفطاير هبتدي باول واحده انا عملتها لان هي اكتر واحده بتكون ارتاحت، بفردها بالشكل ده وبعدين بسويها بصوابعي عشان تبقى الطروف بتاعتها مش رقيقه، تبقى كلها بنفس السمك. وبعدين بدخلها على فرن ساخن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. دلوقتي انا هحط الطاسة على النار وبعدين هغطيها. طبعا احنا بنسوي على نار البوتاجاز على نار هادية جدا جدا على عكس الفرن بتاعة البوتاجاز. التسوية فرن البوتاجاز بتبقى على درجة حرارة عالية، على درجة حرارة 200 بتبقى كويسة جدا جدا، لكن الطاسة اللي بنحطها على عين البوتاجاز بنسويها على نار هادية جدا جدا عشان ما تتلسعش من تحت، ونغطيها عشان تستوي كويس من جوه ومن بره. وبعدين بقلبها، طبعا انا بشوفها بالسباتيولا اول ما الاقيها اخدت لون حلو بقلبها على الغطاء او على الطبق يعني براحتكم. انا يعني لما جيت اقلبها على الطبق بصراحة لسعت ايدي فرجعت قلبتها بالغطاء بتاع الحلة، كان اسهل بالنسبة لي. المهم انا لازم ادهنها طبعا على وشها قبل ما اقلبها علشان تاخد لون حلو من الناحية التانية. وبعدين برضو اديتها مسحة من السمنة في الطاسة عشان حسيت ان السمنة قليلة يعني. كده خلاص اول ما بلاقي الفطيرة استوت من تحت ولونها بقى حلو بالشكل ده بطفي الفرن وبولع لها الشواية على الهادي خالص. اول ما تاخد لون كده بخرجها زي ما انتوا شايفين وبحطهم كلهم كده في صينية واحدة وبغطيهم. انا حطيت الغطا عشان يبقى فاصل بين الفطير والفوطة على فكرة، وبعدين غطيتهم بالفوطة. لازم نغطي الفطير بالفوطة عشان يبقى ايه، يبقى طري كده معانا. حتى اللي انا سويتها على النار غطيتها بالغطا بتاع الحلة وسبتها في الطاسة لغاية ما خلاص يعني كده بردت. بصوا بقى شكل الفطير مورق وجميل وطري وطعم وريحته انا مش عارفة اوصف لكم بجد بجد، يعني التصوير بحسه بيظلم الحاجة فعلا فعلا. في الواقع ريحته رائعة، خصوصا ان انا كنت حاطة يعني ملعقتين سمنة بلدي بيني وبينكم يعني على السمنة بتاعتي، فكانت مدياني ريحة رهيبة جدا جدا. اهم حاجة ان احنا لازم نغطي الفطير ده وهو سخن علشان يعني يبقى طري معاك. هتسألوني مين بيبقى طري اكتر، اللي على عين البوتاجاز او اللي في الفرن؟ اللي على عين البوتاجاز بيبقى طري اكتر، ده اللي انا عملته في فرن البوتاجاز. انا قطعت لكم كل الفطاير على فكرة عشان تشوفون كلهم، دي الفطيرة رقم 2. دلوقتي اقطع لكم برضو الفطيره رقم 3، كلهم احلى من بعض. انا عايزاكم تجربوا الثلاث طرق وتحكموا بنفسكم، لان طبعا كل واحد رايه بيختلف عن التاني. انا في نظري الثلاثه والله اروع من بعض، شايفين من جوه بيبقى جميل ازاي، انا بحبه بالعسل والجبنه القديمه بجد بجد. الثلاث طرق دول اسهل من بعض واروع من بعض، دي الفطيره الثالثه على فكره. بتمنى من كل قلبي يا رب يا رب الفيديو يكون افادكم. يلا بقى تشجعوا وجربوا الطرق دي واكتبوا لي رايكم انهي طريقه عجبتكم. لو وصلت لغاية هنا كالعادة أنا بشكركم كل قلبي على متابعتكم الجميلة وعلى تعليقاتكم وتشجيعكم ليا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا.